السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين الموقر، نحن أطفال غزة من وسط الركام ومن قلب غزة الحبيب، وفي ظل هذه الحرب ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل نستصرخكم ناشدكم بعد الله أن توقفوا هذه الحرب الغاشمة العنصرية في دارنا فلسطين. بعدما تخلى عنا القريب والبعيد يوم القيامة سنحاجج كل من تجر من أهل فلسطين. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.